بسم الله والابن الروح القدس للواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته وبركه صلاه ابائي الكهنه وبركه صلاه حضراتكم. موضوع الادمان هو موضوع ساعات بنعيشه واحنا مش عارفين ان احنا عايشينه. قبل ما ابتدي الموضوع كده هو بنعمه ربنا نقرا جزء صغير قوي من الانجيل علشان نعيش باياته كده وناخد بركته في الكلمه. هنقرا من سفر حزقيال النبي الاصحاح 37 من الاول الايه 1. يقول كده حزقيال النبي: وكانت علي يد الرب فاخرجني بروح الرب وانزلني من وسط البقعه وهي ملآن عظاما وامرني عليها من حولها واذ هي كثيره جدا على وجه البقعه وإذ هي يابسة جدا. فقال لي: يا ابن آدم أتحيي هذه العظام؟ فقلت: يا سيد الرب أنت تعلم. فقال لي: تنبأ على هذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. فتنبأت كما أمرت وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذ رعش فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه ونظرت وإذ بالعصب واللحم كساها وبسط الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. فقال: تنبأ بالروح من الرياح الأربع وهب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما أمرني الرب فدخل من فيهم الروح وقاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا جدا. لما نقرأ الكلام اللي قاله حزقيال النبي ده صدقني كده نتعجب. حتى العظام اليابسة جدا يقول لنا كده، هو يحددها ويقول ايه: كانت عظام يابسة جدا جدا. حتى العظام اليابسة دي ربنا بيدور عليها وعاوز يحييها وتهمه ان هم يقفوا قدامه. ودي حالة الانسان المدمن لأي خطية او اي رذيلة، بيبقى كالعظام اليابسة جدا 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 في الخطية. والعجيب من أكتر من كده إن ربنا يستعمل خدامه زي كده حزقيال النبي ويقول له: أتحيا هذه العظام؟ بس حزقيال النبي يفرق عننا احنا. حزقيال النبي يعلم أن الله هو القادر على كل شيء، قادر ان هو يخلص، قادر ان هو يقيم، قادر ان هو يحيي، قادر ان هو يميت. فلذلك رد حكيم جدا، قال له: انت تعلم يا رب. انا متهيألي كده لو جه سأل واحد زي ضعفي او حضراتكم، او بلاش حضراتكم عشان ما تزعلوش، سأل واحد زي ضعفي اقول له: ده ابن هلاك، ده انا حاولت معاه 10 مرات وراح له ويرفضني، أدور على ده؟ ده العظام اليابسة دي في عيني أنا، ربنا عاوز يحييه. ولكن يستعمل ضعفي علشان خاطر أوصل له. وبعدين يقول له إيه؟ تذهب إليه وتقول له إيه؟ هكذا قال الرب. طب نحن بنروح للواحد نقول له إيه؟ انت مضيع صحتك ومضيع فلوسك ومضيع اسمنا وحاطط اسمنا في الوحل،
هم دول كل اللي يهموك؟ اه هم دول كل اللي يهموني. يقول لك لا مش هي دي الطريقة. يقول الحسكالي النبي النهاردة كده تقول لهم إن هكذا قال الرب، توصل له كلمتي. يعني أنا لما أروح له كده أقول له إيه؟ أقول له كلمة الإنجيل، أقول له حبيبي كده مكتوب في كرونسوس الأولى الإصحاح الثالث الآية 17، يقول كده هو ألا تعلمون أنكم هياكل الرب وروح الرب ساكن فيكم؟ من يفسد هيكل الرب يفسده الرب. اسمع كلمة ربنا حبيبي، وهذه الكلمة تنخسه حتى لو ما نخستوش وانت قاعد قدامه، لكن يفضل يلف فيها كده هو وتفضل تجيله، لأنها خارجة من الرب الجنود اللي عايز يحيي الشخص ده، اللي عايز يحيي العظام دي. إذا ما نروحش الواحد ونقول له أنا شفتك بتعمل الخطيئة الفلانية ودي هتضيعك، لا، لكن أقول له كلمة ربنا وأقول له ربنا بيحبك يا حبيبي وبعتني مخصوص علشانك وبيدور عليك، وما ترفضش ربنا لأن ربنا نفسه يحييك، نفسه تبقى واحد حي روحيا وجسديا أمامه. نجد أيضا إن الإنسان المدمن ده لأي رذيلة أصبح يابس، لا يستطيع أن يحيا بنفسه، أصبح يابس جدا. فما تفتكرش كده تقول لما هيجي حفتح عينيه، أو لما ربنا هيحرك قلبه ويوصلي للكنيسة هنا هو أنا هبتدي أشتغل معاه، لا. روح الرب حمله، فإذا كنا إحنا خدام الله محمولين بروح الرب فهيحملك علشان يوقفك قدام كل عظم يابس زي كده هو لكي تقيمه وتحييه بكلمة الرب مش بقوتك أنت. ولما نيجي نسأل كده هو من أين أتت الرذيلة ومن أين أتت الخطية، تعالوا نشوف كده هو إيه أصل الإنسان. في تكوين 1 الآية 26 والآية 27 يقول كده خلق الإنسان على صورته وكشبه وأعطاه سلطان على كل المخلوقات. إذن الإنسان أصله كان إيه؟ كان مخلوق على صورة القداسة والطهارة التي لشبه الله. ويقول كده هو في تكوين 1 الآية 34 ورأى الله كل ما عمله فإذ هو حسنا جدا. الله في كل خلقته للأرض وللسماء وللطيور وللحيوانات كان يقول ورأى الله أنه حسنا، ولكن لما خلق الإنسان قال أنه حسنا جدا في عينين الله. أمال إيه اللي حصل؟ الإنسان سقط في الخطية بسقوط أمنا حواء، وبعد هذا السقوط أصبح أمامه خيارين، إما إن هو يفعل بر الله اللي بنسميه إحنا الفضيلة وينمو فيها حتى يرجع إلى صورته الأولى التي خلقها بها الله وكان حسنا جدا في عيني الله، أو يسعى يفعل الرذيلة وهي التي تبعده عن الله وتحكم عليه بحكم الموت الأبدي. الإنسان كان قدامه الخيارين دول عند سقوطه، إما أن يقترب إلى الله، لأن ما نقدرش نقول إن هو بعد ما آدم سقط ربنا سابهم كده. ليه؟ إيه اللي يثبت لنا من الكتاب المقدس؟ اللي يثبت لنا من الكتاب المقدس كده هو إن هو طلب منهم إن هم يقدموا ذبائح
وحط شروط للذبيحة. فجاه قايين وهابيل ولاد آدم وحواء. هابيل مشي على كلام ربنا، على وصية ربنا، وقدم الذبيحة الصح. قايين قال أي حاجة تمشي. إيه أي حاجة تمشي؟ كلمة ربنا كانت ليك إن الذبيحة تكون كذا. لا، أي حاجة تمشي. ربنا رفض ذبيحته. وربنا يكلمه ويقول له كده هو إن في خطية رابضة عند الباب. يبقى معنى كده إن ربنا كان لسه بيكلم الإنسان ولسه بيوجهه لكلمته وعايز يحفظه من الرذيلة وعايز يقربه إلى بر الله. يجي بعد كده الإنسان يرفض كلام الله ويبتدي يدخل في الرذيلة. طب وإيه هي الرذيلة؟ الرذيلة يا إخواتي هي أي شيء بنعمله في حياتنا لا يوافق صلاح الله وطهارة الله وقداسة الله. أنا واقف بين طريقين، طريق بيقول لي بر الله وطريق بيقول لي رذيلة العالم وحب العالم. الطريق ده صعب وكرب وضيق، لكن الطريق الرذيلة سهل وفيه بتشجعني الشيطان، بيشجعني فيه وعايز يجذبني فيه بأي طريقة ويمشيني فيه بأي طريقة. وإن انجذبت وانخدعت مشيت فيه. أمثال الإدمان، إدمان الكذب. إنسان مثلا شاف كده هو واحد كان في مأزق وكذب وخرج منها، طب ما نعمل زيه. عملها مرة، الخطية ولادة، يعني النهاردة ولدت، بكرة تولد تاني، بعده تولد تالت، وتستمر في كده هون. ناخد مثال معلمنا بطرس الرسول. هو ماشي ورا المسيح لأن قلبه محركه بحب المسيح. السيد المسيح كلمه بكلمته قبل كده وقال له إيه؟ في هذه الليلة تنكرني 3 مرات يا بطرس. طب انت نسيت كلمة ربنا، نسيت نصيحته ليك، نسيت ان هو قال لك كده هو فتح عينيك، نسيت. تعرف الرجل؟ لا اعرفه. ادي اول خطية. بعد كده لا اعرفه واحلف كمان ان هو لا اعرفه، بقت خطية واثنين. طب والثالثة؟ أخذ يسب ويلعن. الخطية ولدت كم مرة؟ 3 مرات، مع إنه متحذر منها لكن سقط فيها. كان في كلمة ربنا لكن ما خدش بكلمة ربنا. الشيطان لما بيجي يجرنا في أي رذيلة أول حاجة بيبتديها بإيه؟ حب المعرفة. حبيبي أنت لازم تعرف. يعني إذا كان هيجرنا في إدمان التدخين، اشرب كده هو وطلع الدخان كده وخليك راجل، عشان لما تقعد في وسطنا تبقى راجل كده هو وليك وزنك وتولع وكده. هو ميجي يجرنا في خطية السكر، اشرب علشان تنسى وعلشان إنك أنت يعني تعيش كده هو فان كده هو وتعيش تبقى في وسطهم عمال تضحك ومبسوط. حب معرفة. الشيطان لما حب يجر رجل أمنا حواء، السبب إن هي اتجرت إيه؟ حاجة اسمها الباب المفتوح. تعالي بما أكلمك أحقا. هل الشيطان يتكلم بالحق؟ مش ممكن، لأنه كذاب وأبو كل كذاب. طب يا حواء كانت كلمة ربنا ليكم أنكم تأكلوا من كل شجر الجنة ولكن هذه الشجرة لا تأكلوا. إذن في وصية، في وصية.
طب تعالي افتحي عينيكي كده وبصي، تقول كده هو: فرفعت عيناها فوجدت الشجرة شهية للأكل وجذابة للنظر. حب معرفة، أول ما أرفع عينيا كده هو يجذبني الشيطان ويربطني بأربطة تتكرر مع شمشون. أبوه وأمه يحذروه ويقولوا له: حبيبي دي مش من 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 بني إسرائيل، نجيب لك واحدة من بني إسرائيل تعرف وصايا الله وتعرف كلمة الله. لكن نبص نلاقيه يقول كده هو إن الكتاب: فرفع عيناه. ايه حكاية رفع عيناه دي؟ ما هي اول معرفة تبتدي منين؟ ايه؟ من نظرة العين. اول ما رفع عينيه قال لهم ايه؟ خذاها لي. ليه؟ فيها ايه ازيد من بنات اسرائيل؟ لانها قد سرت قلبي. بدأ حب المعرفة بإيه؟ بنظرة بسيطة، حرفع عيني وأشوف. وبعد ما رفع عينيه بص لقى اتربط وتشد وبقى مجرور تحت الخطية. واحد يدمن الشتيمة، تبص تلاقيه مع كل كلمة كده هون، ساعات كده هون نبص نلاقي يبقى عندنا واحد يعني بيشتغل ولا حاجة في البيت، وتبص تلاقيه دق الشاكوش راح شاتم واحد، قال له مش عارف ايه على الكلمه على التليفون راح شاتم، مسمار وقع منه راح شاتم. ايه يا ابني الحكايه معك؟ ادمان. فاصبحت الشتيمه دي بتخرج من بقه بدون اي حساب. وادمان الخمور وادمان التدخين وادمان المخدرات والادمان الحديث الفيسبوك اللي لغى حاجة اسمها أسرة. أصبح الأب قاعد عمال يشوف فيه كام لايك اتكتبت له النهاردة على الحاجات اللي دخلها على الفيسبوك. وأصبحت الأم بتبص الناحية التانية على الفيسبوك، والأطفال قاعدين على الفيسبوك، والكل صباعه بيلعب وهو مش داري إن هو أصبح مدمن للفيسبوك. الإدمان أيضا يأتي كشهوة، إن الشيطان يحط في قلب الإنسان كده هو إن هو يشتهي الشيء، زي شهوة المال مثلا. أصبح عندك 1000، 2000، 3، 5، 10، 100، شبعت؟ لا لسه. كفاية؟ لا لسه. بتشكر ربنا؟ ما افتكرش. في مثل الإنسان الغني يقول كده هو إن هو أخصبت كورته. طب بدأت بالطريق الصح، بدأت بكلمة ربنا، بدأت بعمل ربنا في حياتك. أنت شايف إن الكرة أخصبت، طب اشكر اللي عملها. لا، أهدم مخازني وأبني أخرى وأقول لنفسي: كلي يا نفسي واشبعي يا نفسي لأن لك خيرات كثيرة. إدمان، عايز يهد المخازن ويبني جديد. يبقى إذن هي تيجي لنا وتهاجمنا دايما، إما بالفكر، إما بالعين، إما بالشهوة. معلمنا يعقوب في رسالته الأولى الآية 13 يعرفنا المراحل اللي هتمشي فيها مع هذه الشهوة، فيقول لنا: لا يقل أحد إذا جرب أني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحد، ولكن كل واحد يجرب إذا انخدع وانجذب من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت
والخطية إذا كملت تنتج موتا. إيه حكاية الحبل هنا؟ الشهوة ما تجيليش وتبقى كده غلبتني أبدا. الشهوة تيجي تغبطني، الفكر يجي يغبطني، لكن لا يمكن يحدث حبل إلا إذا اقترنت بإرادة الإنسان. هتيجي تغبطني، هتيجي تغبطني، موجودة موجودة، بتزن حوالين دماغي، بتزن حوالين دماغي، لكن هل هي وصلت للاقتران إن هي تبقى متجوزة كده إرادتي؟ إذا حصل يبقى حبلت. طب نلحق نفسنا؟ لا، ما بقى في حمل. طيب يبقى هتولد إيه؟ هتولد خطية، والخطية تولد خطية تانية، وتؤدي بنا إلى الموت الأبدي. القديس زينون اللي هو زي ما القديس مكاريوس في مصر دخد رهبانة الأنبا أنطونيوس والقديس مكاريوس وراح ينفذها في بلاد سوريا والمناطق دي، فجاله بقى شيخ كبير وعنده أولاد لسه في الرهبنة، فجاله ابنه الشيخ للشيخ دون عشان يعترف عنده، قال له يا أبي أنا محارب بخطايا النجاسة. فقال له حبيبي اصبر وجاهد وصلي واطلب من ربنا أنه يرفعها عنك. فالابن ده كان يعني لسانه طويل شوية، فقال له ألا تأتي إليك هذه التجارب يا أبي؟ رجل شيخ كبير وبتسأله أنت بتتهاجم بخطايا النجاسة وعدم الطهارة، لكن نشوف كده القديس زينون يرد عليه يقول له إيه؟ يقول له تأتي وتقرع ثم تعبر، تأتي وتقرع ثم تعبر. يبقى إذن هنا هو إحنا لو دخلت فينا الشهوة أو دخلت فينا الفكر الخاطئ يبقى إحنا فتحنا الباب. الشيطان لازم حيجي يقرع، الشيطان لازم حيجي يخبط على الباب، ولو طال يكسر الباب حيكسره، لكن هل أنا فتحت له في الآخر ولا ما فتحتش؟ هنا يأتي يكون اقتران الخطية بالفكر بتاع الإنسان وبإرادة الإنسان. لو الإنسان رفضه وفضل الباب مقفول فهذا الفكر لا يدخل إليه ولا يهاجمه. معلمنا بولس الرسول في رسالته الرومية الإصحاح السابع الآية 33 والآية 34 عشان يعرفنا أن ما فيش واحد ضعيف وواحد قوي، ما فيش واحد نقول عليه أصل ده قديس ما بيتهاجمش أما أنا فأنا ضعيف. لا حبيبي، معلمنا بولس الرسول رسول الأمم يقول كده هو ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ يعني حتى القديس معلمنا بولس الرسول كان بيتأوى من هجمات الشيطان عليه، من حروبه، من ناموس الخطية اللي موجود في الجسد. ويقول لنا في رومية 7 الآية 20 كلما أردت أن أصنع الحسنى الشر الذي أبغضه إياه أفعل. يعني كان لينا سقطات، كان لينا سقطات، ودي ترجعنا تاني لإيه؟ لكلمة العظام اليابسة جدا. أي إنسان منا لازم يحط في عينيه كده هو ان هو بدون نعمة ربنا العاملة فيه هيفضل عظام يابسة. لكن هل اتركها يابسة وخلاص؟ لا، لابد ان انا ايه؟ اجاهد
ضد الخطية وبعدين يبقى في نصرة. طب والإنسان اللي بينتصر يتوج وإيه؟ ويرث الحياة الأبدية. إذن ممكن إن أي إنسان يبقى عظام يابسة؟ آه ممكن أي إنسان يكون عظام يابسة. ممكن أي إنسان يكون تحت الخطية؟ ممكن أي إنسان تبقى تحت الخطية. لكن أنت سقطت قمت ولا ما قمتش؟ ده السؤال. في إنسان بيقول أنا سقطت بقى وخلاص، نرضى باللي احنا فيه ونعيش في ألامه وخلاص. لا، كلما سقطت أقوم، لا تفرحي فيا. لازم الإنسان يكون عنده رجاء أمام الله. لازم إن في مؤشرات كمان تكون رسخة في قلوبنا وتحفظنا من السقوط. إزاي نكون محفوظين من السقوط؟ إيماننا شكله إيه؟ الخطية أو الشهوة لما بتجيلي بتقول لي أنت حر، اعمل اللي أنت عايزه. وهل هي حرية أولاد الله؟ لا، ما هيش حرية أولاد الله. معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية الإصحاح الثاني الآية 19 يقول لنا كده: واعدين إياهم بالحرية. يبقى الخطية لما بتجيلي أو الشهوة لما بتجيلي بتقول لي أنت حر وهتبقى حر. فهل هي دي الحرية؟ يكمل الآية معلمنا بطرس الرسول في رسالته يقول كده هو: وهم أنفسهم عبيد الفساد. يعني الخطية لما بتجيلك كده هون يقولوا لي أنت حر، اعمل اللي أنت عايزه. ده أنت حر، اعمل اللي أنت عايزه. جربها مرة، فكر بالفكر ده مرة، ادخل في الشهوة دي مرة، أنت حر. ليه ما تستعملش حريتك؟ لكن معلمنا بطرس الرسول هنا هون يقول لنا كده هون أنهم واعدين إياهم بالحرية وهم عبيد، أنفسهم عبيد للفساد، عبيد للخطية. طب وإيه؟ ليه؟ يقول لك كده: لأن من انغلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. إذا كان في فكر أو في خطية أو في شهوة تقدر تغلبني فأنا عبد للخطية دي. فين الحرية أولاد الله اللي يقول لنا كده هو معلمنا يوحنا البشير في الإصحاح الأول يقول كده هو: الذين أعطاهم أن يصيروا أبناء الله. أخذنا حرية، أخذنا حرية بإيماننا، أخذنا حرية أولاد الله. علمنا بطرس النهاردة يفكرنا ويقول لنا كده هو: لأن من انغلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا. يعني صرت بتعبد هذه الخطية ومن هنا يأتي الإدمان. من هنا يبدأ إدمان الإنسان لأنه بقى عبد، بقى مسير تحت حكم الخطية. مع أنه يبتدي الآية بيقول إيه: واعدين إياهم بالحرية. الشيطان كده يصور لنا أن هي دي الحرية، أنك تطلع سيجارة وتشربها، أنك تشرب كاس خمرة، انك تشعر بالخطيه، انك تعمل اللي انت عايزه، انك تنتقم من فلان، انك تكذب على فلان، انك تشتم فلان وتهزقه. دي حريه. ولكن انت صرت عبد للشيطان وعبد لهذه الخطيه. الادمان ايضا يهين الانسان. في سفر الامثال الاصحاح 20 الايه 1 يقول كده هو: الخمر مستهزئه والمسكر عجاج ومن يترنح بهم فليس بحكيم. وعكس الحكيم ايه؟ كان بيقول ليس حكيم، انسان مجنون.
يبقى انا لما ادمن حاجه زي كده هو يبقى انا استحق كده هم ان يقولوا الانسان ده فقد عقله، الانسان ده اصبح عبد لهذه الشهوه. ويكمل ويقول اذ هي جهل واهانه وفيها خلاعه. الكلام ده يقوله لنا معلمنا بولس الرسول في رسالته لأفسس الاصحاح الخامس الايه 19، يقول كده لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعه. في الادمان ايضا نفقد سلطان اولاد الله. في سفر الامثال الايه 25 والايه 28، الاصحاح 25 الايه 28 يقول انها الانسان المدمن ده عباره عن مدينه منهدمه بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. الانسان اللي ما عندوش سلطان على نفسه وعلى شهوته وعلى حروب الشياطين عامل زي المدينه المنهدمه، كل واحد عاوز يخش فيها يخش، كل واحد عاوز يولع فيها يولع فيها، كل واحد عاوز يحرقها يحرقها. معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى لكورنثوس ايضا في الاصحاح السادس الايه 12 يكلمنا على الحريه اللي احنا ساعات بننخدع بيها لما يجي لنا الشيطان ويفردها قدامنا. يقول كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء تليق او توافق. كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. لسه السلطان في ايدي انا، لسه انا اللي بحكم، ده اخده وده ما اخدوش، ده يلزمني وده ما يلزمنيش. وعلشان كده الكنيسه تيجي كل يوم وتقول لنا كده ابتدوا بصلاه باكر، لان دي البكور اللي بنقدمها لربنا. ويجي في اول صلاه باكر كده هو ويقول لنا ينبغي في رساله افسس ينبغي أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. في حق، في حق الدعوة. أنا مش بقيت مسيحي كده هو يبقى مسيحي وخلاص، لا، في حق عليا. زي كده هو لما تروح وتستلم شغلانة جديدة ويقول لك في حاجة اسمها كود اوف كوندكت ما تقدرش تكسره ده. ليه؟ لأن حطرت بره. طب وايش معنى يعني الحق بتاع المسيحيه اللي ممكن اكسره؟ ايش معنى وصيه ربنا هي اللي ممكن ان انا اتهاون فيها؟ ما ينفعش. ينبغي ان تسلكوا، يعني اليوم كله اللي انا همشيه النهارده كل سلوكي لابد ان تكون بايه؟ بحق الدعوه التي دعيتم اليها. يحضرني قصة يمكن حكالها لنا واحد من الأولاد اللي كانوا أدمنوا. الابن ده كان يعني من أب وأم أسترال وهو أسترالي 100% يعني. وبعدين يمكن قدس أبونا عبد المسيح يعرفه شخصيا يعني، بس مش هذكر أسماء معلش سامحوني. الإنسان ده تعالى حبيبي وخليك راجل وابتدي خد مخدرات. بدأ ياخد مخدرات، وصل لحد معين انه بدأ يسرق من اهله. اهله طردوه وقالوا له مش عاوزين نعرفك. راح للناس اللي بيدوله المخدرات قالوا له لا معاك فلوس تاخد، ما معاكش تشتغل بيها. نشتغل. بدأ يوزع مخدرات عشان ياخد مخدرات. المهم عشان ما اطولش عليكم انتهت بحياته السجن. يحكي لنا كده هون يقول لنا حسيت ان العالم كله رفضني، ابويا وامي طردوني، اصحابي اللي كانوا معايا في المخدرات وفي الحاجات دي بعدوا عني. ليه؟ اصل البوليس لما بيجي للسجن اول حاجه يفتحها سجل الفيزيتور، السجل اللي هم بيتأيد فيه الناس اللي جايه تزورنا.
ويبتدي يدور على الأسماء دي ويدور وراهم يشوفهم هم كمان بياخدوا مخدرات ولا لا. فأصحابي اللي كانوا حواليا وبيشجعوني سابوني. القاضي حكم عليا بكل عنف. الناس اللي في السجن اللي هم الجاردز بيعاملوني بكل قسوة كأني كتلة زبالة. وبعدين بدأ ان هو يطلع بغضبه. في حاجة في السجن اسمها سيجريجيشن، عبارة عن أوضة متر في طول متر في عرض متر في ارتفاع، ما حد بيعمل أي حاجة يدخلوه قفص اسمه سيجريجيشن. وديا بتنتهي بأن هو مثلا لو حطوه فيها أكتر من ساعة ممكن يبتدي يتجنن ويخبط دماغه في القضبان لغاية لما يعور نفسه يبقى عايز يموت نفسه. وهو قاعد في السيجريجيشن ديا بص لقى الأب الكاهن بدون ذكر أسماء يعني داخل السجن. ولما دخل بدأوا يجيبوا له المساجين اللي هيتناولوا وهيخدمهم النهارده وبدأ ياخدهم بالحضن. ايه ده؟ بدأ يفكر في دماغه، لسه في واحد ممكن يحبني وياخدني بالحضن؟ دول مساجين زيي وخلاص، العالم أبغضهم واللي حواليهم أبغضوهم وأهلهم أبغضوهم، لسه في واحد ممكن إن هو يحبني لدرجة إن هو ياخدني بالحضن؟ لا، أنا الأول ما أطلع من النهاردة من السيجريجيشن دي أروح له أروح لزمايلي دول وأسألهم مين ده وعايز أقابله، ويتقابل مع الأب الكاهن ويعمده في السجن ويخرج من السجن ويبقى شماس ممتاز يحفظ ابتي ويحفظ ويحضر ويجهز الشرية ويجري على ده ويخدم اديني اي خدمة اعملها. هذه هي العظام اليابسة التي تحولت الى ايه؟ جيش. يقول لنا العظام اليابسة اللي دي لما ربنا احياها ودخل فيها الروح اصبحت جيش كبير. وصدقوني يعني من غير ما اسأله، ايام ما كانت فيه المشكلة بتاع صدنم ونتجمع عند صدنم وما عرفش ايه، بصيت لقيته وده استرالي عمره ما دخل صدنم ولا يعرف فيها حاجة، لكن مجرد سمع ان انا رايح هناك لقيته تاني يوم واقف جنبي هناك. انت ايه اللي جابك؟ قال لي انا جاي معاك علشان اقف معاك عشان الكنيسة دي ما تتهدش. ايه ده؟ جيش. ربنا أحياه يعني حاجة، حتى الكنيسة اللي عمره ما سمع عنها ولا عمره دخلها ولا يعرف أساسا القضية إيه، لكن حاجة تمد للكريست للحياة المسيحية اللي أنا عايشها ينبغي أن تسلك كما يحق للدعوة. أنا معاكم فيها. 21 الشهداء بتوع ليبيا نبص نلاقي واحد أسود في وسطهم، ايه ايمانك ده حركك بالطريقه دي ليه؟ ينبغي ان تسلكوا كما يحق للدعوه التي دعيتم اليها. كل كلمه بنصليها ليها معنى في حياتنا الروحيه ونمونا الروحي. عشان ما اطولش عليكم ناخد العلاج بقى. احنا عرفنا ان فيه مرض، شخصنا المرض، عرفنا بيجي من ايه، ناخد العلاج. الكتاب المقدس كده هو معلمنا بولس الرسول يقول لنا ابتعدوا عن المعاشرات الردية. في كرونسوس الاولى الاصحاح 15 الايه 33 يقول لنا كده لا تضلوا فان المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. ما تقولش انا عارف كويس قوي انا مش هيتضحك عليا، انا موجود في وسطهم انما مش هغلط. ما تقولش كده، ما تقولش كده هو انا عارف اخلاقي كويس وعارف اتربيت ازاي ومش مش هغلط، مش همد ايدي للحاجه دي واخدها واجربها. لا، هتمد ايدك مره واثنين وثلاثه الى ان تصل الى درجه الادمان.
يبقى من الأول إيه؟ يقول لنا كده هو ابعدوا عن المعاشرات الردية دي. شوف مين يا حبيبي يستحق إنك أنت تقف وسطه كإنسان مسيحي تكلمه على مسيحك. ما بقولكش ابعد عن العظام اليابسة، لكن إذا كانت هذه العظام اليابسة عندها استعداد إن هي تقف على رجليها وتتكسي بالجلد والعصب والروح يدخل فيها، فاجري ورا هذه العظام. أما إذا كانت هذه العظام اليابسة هتخليك أنت كمان عظام يابسة، فاهرب منها. الجماعة بتوع علم النفس يقولوا لنا كده هو إن عشان أغير فكر دخل في دماغي، لو الفكر ده اللي دخل ده أو النظرة دي اللي أنا دخلتها دي نظرت لها 5 دقايق أحتاج 30 سنة عشان أطلعها من الميموري بتاع دماغي وأعمل لها إحلال. العلم نقول له إيه؟ أنت باطل الأباطيل. طب الإنجيل يقول لنا إيه؟ الهروب والإحلال، مش إحلال بس، لا الهروب والإحلال. يقولها فين؟ في رسالة معلمنا بولس الرسول لتيموثاوس الإصحاح 6:11 يقول له كده وأما أنت يا إنسان الله، رجع تاني يعرفنا أن احنا إنسان الله اللي هو إيه؟ شايل حق الدعوة. يقول له وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا. يبقى دي الهروب. طب وبعد كده هو الإحلال نعمله إزاي؟ يقول له وإلجأ إلى البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. مش هروب بس، مش إحلال بس، لا الاتنين مع بعض. اهرب من الحاجات دي وحل بيها حاجات تانية. ايه هما؟ هي البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة. التالت حاجة في العلاج المواظبة على الاعتراف، سر الاعتراف والتوبة. في رسالة معلمنا يوحنا الأولى الإصحاح الأول والآية 9 و10 يقول لنا كده هو إن قلنا أن ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، الحق الإلهي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل شوية. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا الخطية ويطهرنا من كل إثم. يبقى في العلاج ابتعاد عن المعاشرات الردية، هروب وإحلال، والتالتة هي سر الاعتراف والتوبة اللي أسسته لنا الكنيسة، إن احنا نلجأ إلى الأب الكاهن ويبتدي إن هو يعالج فينا ضعفاتنا، يعالج النقط دي اللي هي احنا دخلنا منها الشيطان، ويبتدي ياخدنا بالتدريج كده هو ويدينا أدوية روحية تعالج هذا الإنسان المجروح إلى أن يصير في جيش الخلاص وجيش الملكوت. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كله. آمين.